اعزائي المشاهدين مساء الخير وكل عام وانتم بخير. الحرة تقدم في حلقة خاصة بمناسبة عيد الميلاد المجيد المطران جون برايسون تشين مطران واشنطن وأحد أهم شخصياتها. ارتبط اسم المطران تشين بدبلوماسية رجال الدين فهو من دعا الرئيس محمد خاتمي الرئيس الإيراني السابق إلى أمريكا واستقبله في واشنطن، ولاحقا زار ايران والتقى خامنئي ورجالات الدين في قم لا سيما الشباب منهم. من جهه هو اول من يزوره الرئيس الامريكي بعد اداء القسم الدستوري، ومن جهه اخرى نجد المطران تشين يجول العالم معززا القواسم المشتركه بين الشعوب والحضارات. نجده محاورا فعالا للمسلمين. في مؤتمرات الحوار الامريكي الاسلامي ومشاركا في صياغه واعلان وثيقه الرافه مع مجلس الحكماء. يجمع المطران تشين بين اتقان الموسيقى والرياضه والموعظه الحسنه. منفتح على العالم رسالته تتخطى جدران كنيسته وحدود وطنه. له وقفات منبريه جريئه في اكثر من مكان لا سيما حول حوار الحضارات نرحب بسياده المطران تشين في الحره تقدم اهلا بك سياده المطران تو حره نبدا بسنه على وجود الرئيس اوباما في البيت الابيض برايك سياده المطران ماذا اضاف اوباما في سنته الاولى وهل تعتقد أن صورة أمريكا، صورة الولايات المتحدة، تغيرت في العالمين العربي والإسلامي؟ مضى عام واحد فقط ولكن في الوقت نفسه فان هذا الرئيس بالتحديد اوضح منذ بدايه توليه الرئاسه انه يريد الحوار حقا يريد ان يجري حوارا مع زعماء الشرق الاوسط وخاصه اولئك الذين يتمتعون بنفوذ كبير على التوجه السياسي في الشرق الاوسط وما زال مستعدا للتحاور مع ايران حتى في هذه الاوقات العصيبه ولهذا ارى فرقا كبيرا في هذا المجال والفرق الكبير هو ان الرئيس اوضح منذ اليوم الاول انه يريد الحوار حتى مع اولئك الذين قد يعدهم البعض في بلادنا مسيئين واقول هذا لان هذا يشكل فرقا كبيرا عما كنا عليه في السنوات السبع او الثمان الاخيره ولكن الى اين يقودنا هذا لا ادري ولكنها مقدمه بالتاكيد او فتح طريق اذا صح التعبير لكل من له نفوذ في الشرق الاوسط لينضم الى طاوله الحوار برايك وانت مراقب يعني تعرف وتطالع وتتابع الامور عن كثب هل تغيرت صوره الولايات المتحده في العالم العربي؟ اعتقد ان الوضع تغير ببطء وارى ان كلمته التي القاها في مصر كانت بدايه جيده للغايه فقد اوضح فيها انه غير متحامل على المسلمين وخاصه زعماء المسلمين ولا يضمر لهم شرا كما انه ليس جاهلا ولا يجري الحوار عن جهل واعتقد ان هذا مهم للغايه أنا أعرفه بصفته رجلا نزيها ورجلا متدينا وجديرا بالاحترام ومن تبع ارتقاءه في الانتخابات السياسية من منصب سناتر إلى منصب رئيس الولايات المتحدة يتذكرون أنه تعرض للانتقاد في بعض المناسبات لأن كثيرين كانوا يعتقدون أنه مسلم وهو أيضا رجل ملون وهذا يشكل في بلادنا تحولا كبيرا عما كنا عليه في تاريخنا لا يعني هذا أننا قد حللنا جميع مشكلاتنا المتعلقه بالتفرقه العنصريه ولكنه يعني اننا مستعدون للمحاوله ولان نتغير مستعدون لتحقيق حلم اجدادنا المؤسسين. هل العالم العربي، العالم الاسلامي، الطرف الاخر الذي شاهد او لمس تغيير في سياسه الاداره الامريكيه تجاه العالمين العربي والاسلامي، هل هو تغير ايضا هل بادل الاداره الامريكيه بتغيير ما هل انت لمست ان هذا الطرف الاخر غير شيئا من مقاربته لامريكا من رؤيته لامريكا من سياسته تجاه امريكا تصعب الإجابة على هذا السؤال فلطالما آمنت منذ مجيئي إلى واشنطن وفي الحوارات مع وزارة الدفاع قبل اندلاع الحرب في العراق وكذلك في لقائي مع توني بلير في لندن في فبراير عام 2003 بأن الموضوع الذي يجب أن نحسم إذا أردنا أن نتقدم بصفتنا دولة جديرة بالثقة والإحترام في الشرق الأوسط هو أنه علينا أن نكون وسطاء منصفين في العثور على طريقة الجمع بين الإسرائيليين والفلسطينيين الفلسطينيين حول طاوله الحوار وهذا امر شديد الاهميه لكون الولايات المتحده دوله قياديه لا يمكننا اجبار الناس على التحاور ولكن المخاطره كبيره في تلك المسائل التي كانت مسببه للخلاف بالنسبه للفلسطينيين ومدعاة لخوف الاسرائيليين بشكل ما يجب ان تكون هناك طريقه لحل هذه المشكله. افهم افهم من كلامك. هل نستطيع أن نقول أو أن نحمل الولايات المتحدة السياسة الأمريكية مسؤولية العداء أو مش مسؤولية الجفاء بين العالمين العربي والإسلامي وأمريكا أم أنها أيضاً مسؤولية الطرف الآخر؟ الطرف الطرف الآخر ألا يتحمل مسؤولية عن هذا الشيء؟ يعني نتحدث دائماً أن علينا أن نغير إنما لماذا لا نقول أو لا نطلب أو لا نتوقع من الطرف الآخر أيضا أن يقوم بالتغيير هذا سؤال ممتاز وأتذكر أن هذا السؤال طرح علي قبل حوالي عام عندما كان الناس يتأقلمون مع حقيقة أن لدينا رئيسا جديدا للولايات المتحدة وأعتقد أن كثيرين كانوا يتوقعون من الولايات المتحدة ومن هذا الرئيس الجديد بالتحديد أن يقود المسيرة إلى صحة التعبير وأتذكر إجابتي على ذاك السؤال بقولي: "هذا كله جيد، ولكن أين قيادات الدول التي نعدها ضمن الشرق الأوسط؟" إذا كنت تتوقع من شخص واحد أن يقود المسيرة، وأن يكون الشخص الذي يطرح القضايا التي ينبغي حلها على طاولة الحوار دون أن يكون هناك من يكافئه أو يقترب من مكافأته في ذلك، إذا كنتم لا تستطيعون أن تتصوروا أنفسكم جزءاً من عملية الحوار هذه، فإن السلام في الشرق الأوسط سيفشل. بغض النظر عما يفعله هذا الرئيس، وبغض النظر عن السياسات الخارجية والتوجهات التي تطبقها هذه البلاد. إن هذا الأمر يتطلب شجاعة القيادات في تلك الدول في الشرق الأوسط على الوقوف والمشاركة بحق يجب أن يتحلوا بالشجاعة للمخاطرة من تتوقع من القادة العرب أو من الدول العربية والإسلامية أن يكون المحاور أو الطرف الآخر على يتجاوب أكثر أو يكون رائدا في التجاوب مع السياسة الجديدة أود أن أكرر كلمة استخدمتها هي الشجاعة وهي صفة يجب أن تكون متوفرة في الحوار أعتقد أنها يجب أن تصدر عن القمة في البداية فإذا كانت الشجاعة صادرة عن القمة في الولايات المتحدة حيث ينطوي مد يد الحوار والبحث عن حل للقضايا الإشكالية في الشرق الأوسط على مخاطرة كبيرة يجب أن يكون هناك القدر نفسه من الشجاعة من الزعماء الدول التي تشكل اطرافا رئيسه في المشكله وهي السعوديه ومصر والاردن بطبيعه الحال التي تشكل طرفا في المشكله منذ زمن طويل وسيطلب الامر بعض الشجاعه والقدره على القياده من الرئاسه الحاليه التي تم استبدالها للتو في افغانستان كما ينبغي ان نرى شجاعه من باكستان ايضا يجب ان تظهر اسرائيل شجاعه وكذلك فلسطين إذا لم يهب أولئك الزعماء ليتحملوا العبء مع هذا الرئيس، فإن شخصاً واحداً مهما بلغت قوته ومهما كانت الدولة التي يمثلها لا يستطيع أن يغير شيئاً. ويوصلون هذا إلى دور الدين أيضاً، وما هي دور الدين في المشاركة فيما أسميها الدبلوماسية العامة في وقت لم تحقق الدبلوماسية المعاصرة فيه مصلحتنا أو مصلحة الدول الأخرى في الشرق الأوسط؟ our country or other countries quite well in the Middle East. الصحفية هيلين توماس تقول أن الرئيس بوش كان أسوأ رئيس في تاريخ أمريكا. وأوباما ضمير إنما دون شجاعة. أه أنت أريد أن أعرف منك بماذا نصحت الرئيس في اليوم الثاني لاستلامه مهماته في ب... في البيت الأبيض وبماذا ينصح المطران اليوم الرئيس أوباما بعد تسعة أشهر أو عشرة أشهر على وجوده في البيت الأبيض. Well, I I don't know Helen Thomas uh, other than to say hello to her at an event here in Washington here and there. So I would uh, I would kind of push back and and I'm not sure. لا أعرف هيلين توماس بشكل أكبر من القاء التحية عليها في مناسبة ما هنا في واشنطن أو في مكان آخر. لهذا لا أقبل هذا القول ولست واثقا من أن أي شخص يمكن أن يقول إن بوش كان أسوأ رئيس مر على الولايات المتحدة ويجب أن أوضح هذه النقطة فقولي ذلك سيسبب صدمة بصفتي رجلا ديمقراطيا من أصل أيرلندي قادم من بوسطن من ناحية أخرى لا أظن أن الإدارة كانت تفهم السياسة الخارجية جيدا وهو ما كان أمرا أساسيا في معالجتنا لمشكلة العراق في البداية وفكرة الحرب الاستباقية في دول بدأ أنها تشكل خطرا على الولايات المتحدة هي فكرة مضللة جدا في اعتقادي وفي الوقت نفسه قدم الرئيس بوش مساعدات اقتصادية إلى أفريقيا بالتحديد في وقت كان فيروس نقص المناعة المكتسبة الأيدز يعيث فسادا في البلاد قدم لإفريقيا أكثر مما قدمه أي رئيس في تاريخ هذه البلاد من حيث نوع الدعم المالي الذي منح للعديد من الدول الإفريقية وكذلك دول جنوب شرق آسيا وأقول هذا لأنه بالرغم من خلاف شديد مع الإدارة السابقة إلا أنهم كانوا شديد السخاء في عملهم معنا من حيث معالجة المشكلات الرئيسة المتعلقة بالصحة في موزمبيق وجنوب إفريقيا وسوازيلاند بالتحديد وإذا انتقلنا إلى الرئيس أوباما فأنا أقول دائما إن صلاح المرء يقيم بصلاح من يعمل معه. أعلم أن هذا ينطبق على عملي هنا في واشنطن. فأنا صالح بقدر صلاح من يعملون معي، لذلك فإن السؤال ليس عما وصل إليه الرئيس الآن، بل عما وصلت إليه مجموعة الأشخاص الذين تم جمعهم ليكونوا مستشاريه فيما يتعلق بالسياسة الخارجية وفيما يتعلق بالشرق الأوسط تحديدا. وفيما يتعلق بواقعنا المحلي الذي يمر بمرحله ركود هائله تعيق بلادنا منذ سنوات، اين هم المستشارون؟ لا يستطيع شخص واحد ان يدير هذه البلاد، حتى بمساعده مجلس وزراء يضم اشخاصا مبدعين، لا يمكن له ان يدير هذه البلاد. ما ينبغي عليه فعله هو كسب ثقه الشعب الامريكي وان يجمع ضمن هيئه موظفيه اشخاصا يخبرونه بانه مخطئ يخطئ والسؤال الذي اطرحه هو هل يحظى هذا الرئيس في هذا الوقت بالتحديد بذلك النوع من الاشخاص ضمن هيئه موظفيه؟ ما رايك؟ What do you think? What do I think? I wonder. I wonder because I wonder and I'm not a politician. I'm. I am maybe ما هو رايي؟ لا ادري. لا ادري لانني لست سياسيا، انا في افضل الاحوال عالم لاهوت هامشي، وشاءت الصدفه ان اكون اسقف واشنطن، ولكنني ساعطيك مثالا جيدا، عندما كان الرئيس اوباما يدرس القضيه الفلسطينيه الاسرائيليه واراد ان يجمعهم حول طاوله الحوار، قال هناك شرط مسبق والشرط المسبق هو ان يتوقف الاسرائيليون عن بناء المستوطنات، اتفهموني؟ ثم تراجعنا وقلنا سنشارك في الحوار. ولكن مسألة المستوطنات يجب أن تكون جزءا من عملية المفاوضات وليست شرطا مسبقا. وما أدى إليه ذلك في رأيي هو حيرة الناس من الطرفين فقد قال الإسرائيليون حسنا فهمنا سنفعل ما نريد فعله أما الفلسطينيون وبذات عباس شعر بأننا تخلينا عنه وبأنه لم يعد يقوى على الحركة ولهذا فإن السؤال المطروح الآن هو ما هي الجهة التي ستقود القضية الفلسطينية مع مشكلة المنافسة بين فتح وحماس والمسألة هي أننا وصلنا إلى نتيجة سيئة بسبب قرار سيء يتعلق بالسياسة الخارجية وأنا أقول هذا بصفتي زعيما دينيا لا بصفته سياسيا لا أملك حق قوله بصفته سياسيا ولكنني أعرف كيف كان تأثير ذلك على الناس من الجانبين مسلمين ومسيحيين ويهود <applause> اعزائي المشاهدين نتوقف في استراحه اولى نعود بعدها لمتابعه هذا الحوار مع المطران تشين وسوف ندخل بتفاصيل الوضع في ايران فابقوا معنا اعزائي المشاهدين من جديد الى الحره تقدم مع المطران تشين سيده مطران سوف ادخل بموضوع ايران طبعا الموضوع الشائك الموضوع الذي يشغل الولايات المتحده كثيرا جدا برايك وانت تعرف ايران الى اين تسير ايران اليوم لاسيما بعد الانتخابات الرئاسيه الاخيره تداعيات هذه الانتخابات الاخيره وطبعا في خضم الملف النووي ليتني املك اجابه على سؤالك اتمنى ذلك حقا ولكنني لا اعرف حاليا ماذا تتوقع اي ثينك ثير ار غون تو بي فيري ديفيكلت تايمز ا هيد اند اي ساي ذات بيكوز

فيبدو الآن أنه هناك اتحاد بين قوى الصين وروسيا والغرب إذا صح التعبير وشجب استجابة الحكومة الإيرانية لما تم اقتراحه على أنه طريقة منصفة على الأقل من وجهة نظر الغرب في التعامل مع وضع متفجر ووصلنا إلى فرض المزيد من العزلة على هذه الدولة وهي دولة لا حاجة إلى أن أخبر أحداً عن تاريخ إمبراطوريتها العريق وعن تاريخ هذه البلاد وهندستها المعمارية وجمالها والمكانة التي احتلتها في الماضي فيما نسميه الآن في الغرب الشرق الأوسط. إنها بلاد ذات كبرياء عظيم ويتسم شعبها بكبرياء شديد وقد دعانا بطرق عديده بسبب التدخل الغربي واعتقد اننا سنتفق على اننا لم نقدم افضل ما لدينا كدوله بالبقاء بعيدا عن عالمهم السياسي عندما نتذكر عهد الشاه ونتذكر المرحله السابقه لثوره سنه 1979 ولكن الوضع اصبح شديد التعقيد. الان بحيث لا يعرف احد في الحقيقه ماذا سيحدث ولا نعرف الا ان المخاطر كبيره. انت تعرف ايران عن كثب، تعرفها من الداخل، تعرف رجال دين ايرانيين، تعرف قاده ايرانيين. توقعاتك بالنسبه للوضع الداخلي في ايران، يعني بعد تداعيات انتخابات الرئاسه. Well obviously there's a there's a significant struggle. I think the last time I was in Iran, uh, which was um, not that many months before this most recent election, I think there was great hope uh, that the election من الواضح ان هناك صراعا كبيرا ففي اخر زياره الى ايران التي سبقت الانتخابات بشهور قليله اعتقد انه كان هناك امل كبير في ان تؤدي هذه الانتخابات لانتخاب شخص يغير العلاقات بين ايران والولايات المتحده ودول اخرى بغض النظر عن نتيجه هذه الانتخابات كان هناك امل كبير في ان تنتج هذه الانتخابات ذلك النوع من الزعامه الجديده قد لا تجعل العلاقه اكثر سهوله بين دولتينا او مع الغرب اذا صح التعبير، ولكن كان هناك امل كبير في ان تؤدي الى تغيير. واتذكر انني كنت في يادز في الصحراء مع الرئيس خاتمي وقد رافقت الرئيس خاتمي الى هناك لانه كان ذاهبا لاستلام جائزه. كانت تلك المنطقه موطنه الاصلي حيث ولد وحيث ما زالت والدته تعيش. وقد طلب مني أن أرافقه مع مجموعة من شخصين آخرين من الكاتدرائية هنا وأثناء نزولنا من الطائرة نظرت إلى المدرج فرأيت حوالي خمسة ألاف شخص وأنا لا أفهم الفارسية ولكن الأمر كان لا يصدق فقلت أعتقد أن عليك أن تذهب وأنا سأنتظر فقال لا أنت صديقي لنذهب معا قلت إنهم يصرخون ماذا يقولون فقال هذا أمر محرج قلت اذا كانوا يهتفون ضدي كوني من الغرب من الولايات المتحده فلا باس ولكن احد مساعديه قال لا انهم يقولون احبك يا خاتمي وعندما وصلنا الى المدرج بعد نزولنا من الطائره كان كل من في الحشد يحاولون لمسه كانت تلك من اكثر التجارب تاثيرا في نفسي وقد استمر ذلك طيله اليوم التالي وكنا سنغادر ياتس في المساء التالي لنعود الى طهران وما كان مثيرا للاهتمام هو انه كان سيتسلم جائزه من عمده بلدته ولا اتذكر ماذا كانت الجائزه ولكنه كان اشبه برئيس وزراء ايطاليا السابق او براعي الحفلات الكبيره وكان الامر اشبه بافتتاح حمله سياسيه وما كان مثيرا للاهتمام هو أن القاعة كانت تعج بالناس وكان هناك حوالي ألفي شخص لم يتمكنوا من الدخول ولكنهم ظلوا يهتفون مكررين نحبك بالفارسية And there were at least 2,000 people who couldn't get in, who just kept chanting over and over and over again in Farsi, we love you. تأسيسا على ما تقوله سيدة المطران فشل الحركة الإصلاحية سواء في مرحلة حكم خاتمي في المرحلة الأولى عندما كان رئيسا أو بعد الانتخابات الأخيرة، ماذا يعني لك؟ Well I, I think that it's, it, 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 it's disappointing to many people in the country. اعتقد انه مخيب لامال الكثيرين في البلاد. ليس عليهم بالضروره ان يتفقوا مع موقف تتخذه بلادي من حيث السياسه الخارجيه مع ايران. واعتقد ان الناس شعروا بان الخيار متاح لهم حقا في هذه الانتخابات. وهذا مثير للاهتمام، وهو رايي الخاص، لان ايران نوع غريب جدا ومثير للاهتمام كدوله ديمقراطيه لو كان هناك توازن في القوى. The only way I see it being reformed from the inside is is for the religious leadership to begin to really address some of the core values that are very much a part of Islam as it's expressed through Shiism. الطريقه الوحيده لاصلاح الوضع من الداخل هي ان تبدا القياده الدينيه بمعالجه بعض القيم الجوهريه التي تشكل جزءا كبيرا من الاسلام كما يعبر عنه المذهب الشيعي لانه مما رايته على شاشه التلفزيون وهو كل ما اعرفه عما رايته فان قمع تعبير الناس عن رغبتهم في حريه التعبير هو انتهاك لحقوق الانسان وكذلك لكرامته من حيث الطريقة التي يبدو أن الناس يعاملون بها وهذا لا يتوافق حقا مع الفهم المسيحي لتعاليم النبي العظيم محمد ولهذا إذا كان لابد من التغيير فيجب أن يحدث من الداخل ويجب أن يصدر عن القيادة الدينية التي تؤمن بأنها ما زالت تستطيع أن تكون دولة دينية ولكن يجب عليها أن تطبق ما يشكل جوهر تعاليم النبي وكذلك ما ورد في أشياء مثل العمل الذي أطلقه باحثون إسلاميون كلمة سوا فمبادرة كلمة سوا أطلقها أكثر من 300 باحث إسلامي استجابة لأسلوب الباب الحالي في طرح دور الإسلام والنبي في التاريخ وما قالوه هو أن كلمة سواء بين المسلمين والمسيحيين واليهود أيضا تقضي بحب الله الواحد حبا خالصا قلبا وروحا وعقلا وتقضي أيضا بحب جارك كما تحب نفسك قد نختلف من حيث تفسيرنا للحياة الآخرة ولكن ذلك هو صميم كينونتنا بصفتنا مخلوقات لله

نبالغ او نضخم هذا الموضوع I think it's 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 a it's a little bit of each. Um, from the Iranian point of view, from my understanding, here you are as a country. أعتقد أنه ينطوي على قليل من الأمرين. فمن وجهة نظر الإيرانيين حسب ما فهمت، فهم دولة معزولة لأنهم دولة شيعية حسب أغلبيتها. بينما معظم الدول الأخرى في الشرق الأوسط هي دولة سنية إذا هم دولة شيعية دولة دينية محاطة بباكستان وهي مسلحة نوويا والهند التي لم يكن سلوكها مع باكستان جيدا دائما والعكس صحيح وهي أيضا تملك القدرة وتحظى بالموافقة الآن على تطوير برنامج نووي وهناك إسرائيل التي تملك ما لا يعلم عدده الا الله من الرؤوس النوويه، اي انهم معزولون دينيا ومحاطون بدول تملك قوات عسكريه هائله، ولهذا يشعرون بانهم في خطر. صحيح سياده المطران انما النقطه هنا يعني البعض يقول ان المشكله ليست ان تمتلك ايران كدوله او كشعب ايراني قدرات نوويه، المشكله هي هذا النظام الايراني بالذات ان تكون له قدرات دوله نوويه، يعني الهم الغربي ليس كما يردد الغرب موجه ضد الشعب الايراني او ايران نفسها، انما المشكله هي ان يمتلك هذا النظام الايراني السلاح النووي. كما تعلم فقد وقعت ايران على معاهده الحد من انتشار الاسلحه النوويه، وانا اطرح هذا لانه صحيح. لقد بدا تطوير الطاقه النوويه في ايران مع خطبه ايزنهاور التي حملت عنوان الذره من اجل السلام. وقد حصلوا على اجهزه الطرد المركزي من الولايات المتحده، يجب علينا ان نتذكر تاريخنا. لا أظن أن المسألة هي مسألة نظام حكم، إنها مسألة محاولة معالجة ما لم تعالجه القوى العظمى في العالم التي تملك أسلحة نووية وهو أن علينا أن نعيش في القرن الحادي والعشرين بطريقة تسمح لنا بأن نقول أننا حتى لو بدا هذا مثاليا أكثر مما ينبغي، نقول أننا لم نعد نستطيع أن نعيش في عالم تشكل فيه الأسلحة النووية قوة الردع الأساسية في التعامل مع نزاعاتنا. إننا بهذا ننتهك جوهر أدياننا كمسيحيين ومسلمين ويهود سوف ندخل بتفاصيل سيادة المطران هذه المواضيع كيف يمكن إصلاح العلاقات الأمريكية الإيرانية هل تعتقد أن سياسة أوباما الرئيس أوباما الجديدة تجاه إيران صحيحة أو صائبة إنما أعزائي المشاهدين نتوقف في استراحه قصيره نعود بعدها لمتابعه هذه المواضيع مع سياده مطران واشنطن فابقوا معنا اعزائي المشاهدين اهلا بكم مجددا في الحره تقدم مع مطران واشنطن المطران تشين أه سياده المطران قبل ان ندخل باصلاح العلاقات الامريكيه الايرانيه وسياسه اوباما تجاه ايران هل هي صحيحه ام, أم غير صحيحه uh, الرئيس اوباما خاطب ايران والمرشد الاعلى لا سيما السيد خامنئي بشكل جيد وبشكل جديد ايضا طيب لماذا لم نرى اي رد فعل ايجابي من قبل القاده الايرانيين سواء من المرشد نفسه او من احمد نجاد الرئيس الايراني well i think it's a it's a it's a very new way of engaging in in what i would call international diplomacy for the president of the united states supposedly representing the world's most powerful country to extend a hand اعتقد انها طريقه جديده في المشاركه فيما اسميها الدبلوماسيه الدوليه بان يقوم رئيس الولايات المتحده الذي يفترض انه يمثل اقوى دوله في العالم بمد يد الصداقه الى بلاد لم نكن في الماضي نرغب في التعامل معها امريكا التالي كانت هناك استجابه كانت هناك استجابه في الحقيقه ولقد كنت في طهران قبل اقل من سبعه اشهر لاحضر مؤتمرا برعايه منتدى حوار الحضارات عقده مركز اوسلو للسلام وحقوق الانسان ونادي مدريد وقد كان الرابع في سلسله من اربعه لقاءات عقد ثلاثه منها في اوسلو لمناقشه علاقه الدين بالسياسه وكان الجالسون حول الطاوله رؤساء سابقين ودبلوماسيين وبعض رجال الدين ولم نسمع من قبل بنقاش كهذا يتم في طهران حسب ما اعلم وقد اتيحت لي الفرصه في اليوم الثاني من المؤتمر لاذهب مع ثلاثه من رؤساء الدول السابقين للقاء القائد وما نتج عن ذلك اللقاء الى جانب الحديث عن دواعي القلق وعن تاريخ العلاقه بين دولتين بدون وصف وبدون انتقاد للولايات المتحده ولكن بمعالجه حقيقيه لدور الغرب في حياه شعب ايران ودوله ايران هو الرغبه في متابعه الحوار وأعتقد أن هذه نتيجة جيدة للغاية، وقد حدث ذلك اللقاء قبل الانتخابات بأربعة أو ثلاثة أشهر أو نحو ذلك. إن المهمة هو اننا نخصص جهدنا ووقتنا لجمع الناس حول طاوله الحوار ليس لمناقشه المعاهدات والشروط المسبقه ولكن للعثور على طريقه في هذه الاوقات العصيبه للم شمل العائله التي شتت شملها منذ سنين عديده الى ما قبل سنه 79 سياسيا على الاقل والعثور على طريقه للتحاور. وفي الوقت نفسه فيما يتعلق بمساله حقوق الانسان لا يعلم احد اي الدول هي الافضل من حيث المحافظه على حقوق الانسان. وفي الوقت نفسه ما تم فعله بالناس الذين عبروا عن احتجاجهم في شوارع ايران كان انتهاكا لحقوق الانسان ولكرامته. وانا لا اذكر هذا انتقادا

يعني اعود الى سؤال عملي الى حد ما، طب برايك انت هل تعتقد ان سياسه الرئيس اوباما تجاه ايران هي سياسة, سياسه صحيحه او سليمه؟ وكيف يعتقد المطران تشين بامكانيه اصلاح العلاقات الامريكيه الايرانيه؟ يعني ما هي الطريق الممكن او التي ينبغي سلوكها بحسب معرفتك بالقاده الايرانيين حتى تكون حتى نتوصل الى نتائج مرضيه او مثمره؟ أعتقد أن استراتيجية الاستمرار في الحوار استراتيجية مهمة للغاية في الأوقات الصعبة وتلك الحوارات ليست مرئية ومطروحة أمام العامة بالضرورة الآن. فهل ستستمر؟ أنا أعتقد أنها ستستمر. نعم. ومع ذلك هذا ما أعتقد أنها وصلت إليه وكان الجزء الثاني من السؤال هو. ما هو الطريق الصحيح؟ المسار صحيح في اعتقادي ولا بد أن أقول مجددا إنني لست سياسيا ولكن أعتقد أن أهم مسار يجب اتباعه هو النظر في أشكال أخرى من الدبلوماسية في الوقت الذي لا نجد فيه أن فهمنا للدبلوماسية التقليدية لا يزودنا بالكثير من النتائج ولا حتى بنتائج متوقعة قريبا أو بعيدا وأعتقد أن علينا أن ندرس هذه المسألة أعني للنظر إلى مثال بسيط للغاية وهو مثال العلاقة بين الصين والولايات المتحدة التي لم تكن جيدة دائما وما زالت علاقة متوترة إلى حد كبير ولكن خلال عهد الرئيس نيكسون ولننظر الآن إلى تلك الرئاسة بدأت السياسة العامة تتجلى بتبادل الفنانين والرياضيين وكنا نسميها سياسة البينك بونغ في الماضي وكانت تتمثل في العثور على طرق تتجاوز القنوات العادية للعمل الدبلوماسي وأعتقد أن علينا عند العمل معا عن الولايات المتحدة وإيران أن نجد طرقا للتحاور سيدة المطران قبل أن أنتقل إلى علاقة أمريكا مع العالم العربي والعالم الإسلامي هناك نقطة هل يعتبر سيادة المطران أن الثورة الإسلامية في إيران مسؤولة إلى حد ما عن إحياء الإسلام السياسي المتشدد في شقيه الشيعي والسني في عين معا؟ هذا سؤال ممتاز ولكن الإجابة عليه ليست سهلة ولكنني أجيب عليه بهذه الطريقة. أو سأحاول كوني طرحت هذا السؤال للنقاش مع رجل دين شاب أثناء زيارتي لموطني قلت هل ترى أن ثورة سنة 1979 ثورة سياسية لأننا نراها ثورة سياسية في الغرب؟ وقد صدمه سؤالي فقال لا كانت تلك ثورة دينية كانت تهدف الى اعاده ترسيخ دور الاسلام كما نفسره نحن الشيعه في الطريقه التي نعيش بها حياتنا كدوله والطريقه التي نستجيب بها لبلادنا وندعمها ونحافظ عليها. لذا فحسب ما ارى كانت ثوره سنه تسعين وسبعين تهدف الى اعاده ترسيخ دور الاسلام في حياه تلك الدوله، مع انني ما زلت اعدها ثوره سياسيه ويمكننا ان نتجادل في هذه المساله الى الابد. ولكنني أعتقد أن في ذلك قدرا كبيرا من الحقيقة ولا أظن أننا سنرى في يوم ما تراجعا لدور الدين في حكم هذه الدولة بل أعتقد أننا سنرى شكلا آخر من أشكال الحكم إنما سيادة مدراء لا حق الشعب الإيراني كغيره من شعوب العالم هو شعب عريق ذو حضارة عريقة ذو تاريخ طويل أن يعيش كبقية شعوب العالم يعني أن يحكم إيران من قبل ثورة دينية في منذ أواخر القرن الماضي في بدايات القرن الواحد والعشرين لا يستحق الشعب الإيراني شيئا أفضل من ذلك برأيك؟ سيتفقون معك بطبيعة الحال في اعتقادي لأنه كان هناك كثيرون ممن انطلقوا إلى الشوارع للإدلاء بأصواتهم وللتعبير عن آرائهم ولكن في الوقت نفسه السؤال الذي اطرحه على الناس هو هل هناك طريقه لتظل ايران دوله دينيه وفي الوقت نفسه تتابع الحوار مع الولايات المتحده؟ واتذكر هنا حوارا جرى بيني مع الرئيس خاتمي في زيارته الاولى لهذه البلاد وقد جرى الحوار هنا في كاتدرائيه واشنطن وكان السؤال الذي طرحه علي يتعلق باعتقاده ان هذه البلاد وسياستها الخارجيه تخضع لقوة مسيحية محافظة دينيا، واتعلم ما رأيي في ذلك؟ أعتقد انه كان محقا. فقد ألزمت ادارة الرئيس بوش نفسها بطرق عدة بالاستماع إلى أصوات المحافظين المسيحيين المتدينين من حيث مواقفها. وقد كانت تلك هي قاعدتها السياسية إنما الولايات المتحدة تغيرت واليوم هناك حكم مختلف بينما إيران لم تتغير هذا صحيح تماما ولكن في الوقت نفسه هناك كتاب رائع الفه محرر نيوزبيك جون ميتشام الف كتابا بعنوان انجيل امريكا وكان عباره عن دراسه لدور الدين والفصل بين الكنيسه والدوله في هذا البلاد والحقيقه هي ان الرب يلعب دورا كبيرا في تشكيل هذه البلاد وفي تاريخها المستمر على حد سواء ويكبر هذا الدور أو يصغر أحيانا حسب الوضع العام لهذا لم يكن سؤال الرئيس خاتمي قادما من فراغ ولم يكن سؤالا لا أساس له أعتقد أن هذا موضوع مهم ومهم جدا ويحتاج إلى حلقة خاصة مع سيادة المطران تشين إنما سوف نبحثه لاحقا أعود اليوم إلى قضية علاقة أمريكا بالعالم الإسلامي بماذا تسم أنت اليوم العلاقات الدولية، يعني استنادا للحديث الذي كنت تتحدث به عن النظام الإيراني، لا أنه نظام ديني. هل نعيش اليوم صراع حضارات، صراع عقائد؟ هل المشكلة هي بين الإسلام والغرب؟ بين الإسلام والمسيحية؟ بين الليبرالية والاستبداد؟ كيف تصف العلاقات الدولية اليوم؟ I always tell the people that I serve because I'm a, bishop, so I've, I've got a اقول للناس الذين اخدمهم دائما لانني اسقف ولهذا لدي جمهور ولدي رعايه كنيسه واقول لهم دائما ان علينا ان نتذكر جميعا انني استطيع ان اجلس امام جهاز الكمبيوتر وفي اقل من ثلاث ثواني استطيع ان انشر في ارجاء المجتمع العالمي اما اكثر الافكار دينيه بشاعه او اكثر البيانات الدينيه ابداعا فيما يريد العالم تلقيه فنحن نعيش في مجتمع عالمي قريب منا كما أنا قريب منك الآن، وهذا تحول كبير في مدة زمنية قصيرة، ولهذا فإننا ننظر الآن إلى الناس، أعني قبل الحادي عشر من سبتمبر، كما كان عدد المسيحيين الذين كانوا يرغبون في الجلوس مع رجال دين مسلمين أو أشخاص قريبين من حياة المساجد وإجراء حوار معهم. أعتقد أن لا أحد كان يكترث بذلك آنذاك. لم نكن نعرف شيئاً عنهم. وبهذا كم عدد من يرغبون في المشاركه في حوار بين الديانه الابراهيميه لم يكن احد يكترث بذلك في الحقيقه وقد وصلنا الان الى مرحله نريد فيها ان نتعلم في مده قصيره جدا مدى الاختلاف بيننا وكذلك مدى التشابه بيننا ونحاول ان نجد طريقه لفهم ثقافات وتقاليد دينيه مختلفه جدا ونقوم بذلك في وقت وفي زمن يتعرض فيه كوكبنا للقلق ونرى فيه اسواقا ماليه تفشل بشتى الطرق وما نحاول فعله هو تعلم الرقص معا وهذا ليس أمرا سهلا ولكننا نحاول أن نصل إلى مرحلة تمكننا من القيام بذلك أوصلتني, أوصلتني سيدة مدران إلى النقطة هي قبول الآخر أه سوف أتوقف في استراحة أخيرة أعود بعدها لمتابعة هذا الحوار وندخل بموضوع قبول الآخر والتسامح إنما بعد الفاصل اعزائي المشاهدين الجزء الاخير من الحره تقدم مع المطران تشين مطران واشنطن سياده المطران كنا قلنا قبل الاستراحه الاخيره قضيه بدات تتحدث عن قبول الاخر عن قضيه التسامح كيف تنظر الى حاله التسامح في العالمين العربي والاسلامي هل هذا هل هناك النظرة هي نظرة مشجعة هل يحتاج العرب هل يحتاج المسلمون للتسامح للتقدم في اتجاه الحداثة بمعنى ان يقبلوا الاخر والاخر كما هو اعتقد ان سبب ذلك هو موقفي ولكنني اجد ان الناس في الشرق الاوسط كانوا شديدي التسامح معي وانهم يحملون املا عظيما في بناء تحالفات توجد مستوى أعلى من التسامح، ويجب أن أقول مرة أخرى أننا ما زلنا في مرحلة التعارف، والأفكار السائدة المسبقة التي يحملها كل منا عن الآخرين لا تساعدنا في ذلك. لهذا علينا أن نصحح الأفكار السابقة التي فرقتنا وجعلتنا كل منا ينظر إلى الآخر على أنه الشيطان أو إبليس نفسه. ولا أريد أن أخوض الآن في هذا الجدل ولكنني وجدت الرسوم الكاريكاتورية الدنماركية للنبي مستفزة للغاية بصفته مسيحيًا. نظرا لحقيقه ان من المحرم رسم صور للنبي على الاطلاق ولا احد يفكر في ذلك ولهذا فان ما علينا فعله هو محاوله اعاده النظر في تلك الافكار المسبقه ولكنني أعتقد أننا نحرز تقدما ولك أن تصدق ذلك أو لا تصدقه سيظل هناك أناس يرغبون في الاستمرار على المنوال القديم أو البقاء ضمن المجتمع الذي كانوا فيه ولكن هذا من طبع الإنسان إلا أنني أقول إن أكثر من التقيت بهم يعملون بجد ليجدوا طرقا ليكونوا أكثر تسامحا وليعرفوا المزيد عن الآخرين عن أهل الغرب أو أهل الشرق الأوسط برايك سيادة المطران العالم الاسلامي هو واحد ولمن يستمع المسلمون اليوم؟ يعني من نستطيع القول انه يتحدث باسم الاسلام والمسلمين؟ عندما انظر الى الناس ولا اقول هذا عنك ولكن الناس الذين ينظرون الى العالم الاسلامي على انه عالم واحد اجد انهم ينسون ان تلك الفكره غريبه في الواقع فهذه الفكره التي رسخناها في اذهاننا بناء على الصوره التي شكلتها قوى غربيه لخصائص الشرق الاوسط عبر السنين ولكنها بيئه معقده جدا انها بيئه شديده التعقيد فمن ينطق بالنيابه عنها هل ينطق الزعماء الدينيون بالنيابه عنها لا ليس تماما ففي ديني مثلا وكوني مسيحيا وإنجيليا أخضع لرئيس أساقفة كانتربري وهناك الأسقف الأكبر لطائفتي وأستطيع أن أعتلي المنبر صباح الأحد ليس كإمام وإنما أتحدث بالنيابة عن كنيستي أو أتحدث إلى الكنيسة وأتمتع بمصداقية كوني زعيما نظرا لبنية طائفتي ومسيحيتي ولكن هذا لا ينطبق بالضرورة على الإسلام وهو بالتأكيد لا ينطبق على اليهودية يعتمد ذلك في الحقيقة على الشخص الذي ينطق بالنيابة عن الجماعة وعن مدى الاحترام الذي يحظى به في بلاده أو بين أفراد شعبه الذين يخدمه في في نقطة 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 بهذا الصدد هل برأي المطران تشين على أمريكا بصورة خاصة وعلى الغرب بصورة عامة محاورة المتشددين الإسلاميين الذين اولا يشهرون عدائهم للغرب يشهرون عدائهم للقيم الغربيه يشهرون عدائهم لامريكا نفسها وحتى بعضهم يحاربها بواسطه القوه والعنف ما رايك بذلك if, you, if, if you're not in if you're not in conversation you're never going to find a way اذا لم تجري حوارا فانك لن تجد ابدا طريقه للمصالحه ولطالما كان هذا هو الاساس في علم اللاهوت والتقاليد الدينيه التي امثلها وقد ادرك المسيح ذلك اكثر من اي شخص اخر حسب وجهه نظري بصفتي مسيحيا اذا كنا نريد المصالحه فلا بد من الحوار لا ان نجري حوارا يضع حدا لاي احتمال تغيير، ولكن الحوار يعني ان تحتل مكانه تمكنك من اجراء حوار مبني على الاحترام مع الاعتراف بان ذلك صعب جدا في هذه المسائل الاشكاليه. سواء كانت حماس او فتح او اي جهه اخرى، يجب ان نكون قادرين على ذلك. انما سياده مطران هناك اختلاف على القيم هم لا يؤمنون بالقيم نفسها التي تؤمن بها لا بل انهم يحاربون تلك القيم انه كيف يمكن التوصل الى حوار او الى تسويه او الى تعايش في 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 في, في وسط هذا الوضع. Um, and again that's another great question. I, I, you know, I absolutely deplore terrorism. هذا سؤال رائع اخر اشعر بالاسى الحقيقي لرؤية الارهاب واشعر بالاسى لرؤية القمع لاي شعب بالقوة وفي الوقت نفسه أعتقد أنه عندما يزداد الضغط على الناس وعندما يصل الناس إلى مرحلة اليأس من مستقبلهم والعجز عن فعل شيء حياله فإنهم يفعلون أي شيء ليحتلوا مكانا على الطاولة حيث يستطيعون أن يعبروا عن أرائهم ويطالبون بمنحهم الاحترام ولهذا هل أصفحوا عن حماس؟ لا لقد كنت في غزة قبل حوالي عام قبل الغارة الإسرائيلية بقليل وتكلمت مع بعض الناس سمح لي الإسرائيليون بالدخول إلى غزة وكان ذلك رائعا لأن فيها مستشفى إنجيلية تكلمت مع الناس في الشوارع وتناولت الغداء في فندق لحقه الضرر جراء نزاعات سابقة وكل من تحدثت معهم قالوا إنه لو أجريت انتخابات جديدة فإن حماس لن تفوز فيها سألت عن السبب فقالوا لأنه لم يعد لدينا أمل انظر إلينا انظر إلى حياتنا إننا معزولون عن أي نوع من التنمية الاقتصادية إنما سيدة مدران أنت ألا تعتقد أن يعني الوقت يدهمني أن نمو الحركات الإسلامية المتشددة نمو الأصوليات هو على حساب المجتمع المدني في الدول العربيه والاسلاميه، يعني هل هذا الامر برايك هو امر مشجع؟ اعتقد ان الوصوليه هي استجابه تتمركز حول الخوف. اقول ذلك بصفتي مسيحيا يرى هذا في حياته الخاصه وفي دينه. الخوف من التغيير، الخوف من فقد ما رسخ على انه اساس الفهم. والأمور تتطور بسرعة يحدث التغيير بسرعة في المجتمع العالمي والتحدي هو أن كثيرين يعتقدون أن الإسلام ينشط التطرف وينعشه ويغذيه سيادة تشين كنا نتحدث عن التشدد والمتشددين إنما هذا يدفعني إلى سؤال آخر يتعلق بهذا الموضوع هو هل ينجح أي إصلاح؟ اي تنميه اي تغيير في العالمين العربي الاسلامي اتحدث عن الانفتاح وقبول الاخر دون ان يكون هناك اصلاح ديني هذا سؤال رائع اخر والاجابه عليه هي نعم ولكن يمكن تسريع ذلك بالحوار والاصلاح الديني الكبير هل يتوقع سياده المتران أه، واريد جواب صريح منك هل العالم العربي والإسلامي مهيأ اليوم لإصلاح ديني؟ أعتقد أن ذلك بدأ فعلا وأقول ذلك بناء على الحوارات التي أجريتها في إيران مع رجال دين كبار وشباب صعيدين ممن سيصبحون زعماء في بلادهم في وقت ما من المستقبل ومن حيث التعامل مع ما سنفعله هنا في باريس سيكون الطيب من جامعة الأزهر هنا إلى جانب بعض رجال الدين الشيعة من العراق وإيران إلى جانب بعض الباحثين المسيحيين الذين يعالجون الخلاف بين السنة والشيعة والحاجة إلى الإصلاح والحاجة إلى بدء العمل معا في وقت يعم الخلاف فيه العالم ماذا بشأن الطوائف السنية أنت تتحدث الآن عن إيران، إيران شيعة، ماذا ماذا برأيك عن الوضع في الدول التي لديها أكثرية سنية؟ well, I mean, إيران. مصر سنية غالباً والسعودية سنية غالباً، لهذا تعد هاتان الدولتان طرفاً رئيسياً من أطراف الشرق الأوسط، وستكونان ممثلتين في هذا المؤتمر الذي سنعقده في باريس. من المهم أن نسمع أصواتهم. وقد كانت رغبة الرئيس خاتمي أن نجمع في المؤتمر ممثلي طوائف مختلفة من الإسلام في محاولة لإيجاد طريقة لزيادة الحوار والمشاركة مع الغرب من خلال المسيحية أريد الإفادة من المطران تشين بسؤالٍ أخير هو أين نحن اليوم في موضوع وحدة الكنيسة؟ أعني الكنيسة المسيحية المسكونية بخاصة علاقتكم أنتم مع الكنيسة الكاثوليكية؟ لطالما كانت العلاقات بيننا متوترة وما زالت متوترة، ولكنني أقول إن هذا توتر إبداعي ولا أراه على أنه وضع سيمنعنا من متابعة الحوار الذي يجري بيننا منذ أكثر من 45 عاماً. الحوار الإنجيل الروماني الكاثوليكي الحوار بين الأقطاب إنه يتعلق بماهيتنا وما ننتمي إليه لهذا كل أمل لا أشعر بالإحباط أبدا بل أشعر بأن الفرصة تزيد من قوتي وهذه ليست إجابة سياسية وأشعر بأن قدراتي تتعزز بالفرص المتاحة هنا أشكرك سيادة المطران جون تشين على هذا اللقاء أتمنى لك سنة جديدة مليئه بالصحه والعافيه والنشاط اعزائي المشاهدين نشكر حسن متابعتكم هذه الحلقه الخاصه من الحره تقدم كل عام وانتم بخير وتصبحون على الف خير